الملك ساحورع. يعتبر ساحورع هو ثاني فراعنة الأسرة الخامسة في مصر القديمة، وابن الملكة نفرهيدبس، ووالده على الأرجح أوسركاف، وخلفه نفر إركارع كاكاي ذي الأصول غير المعروفة. حكم ساحورع مصر لمدة 12 عاما خلال القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد، وأقام علاقات تجارية مع بلاد الشام وبصفة خاصة مع لبنان الحالية، كما أرسل أول بعثات إلى بلاد بانط في جنوب البحر الأحمر لإحضار المر والأحجار الكريمة والملاكايت والإلكتروم، وهو سبائك من الذهب والفضة. فرح ساحورع بنجاح تلك البعثة وسجلها على لوحة منقوشة في معبده الجنائزي، كما أرسل بعثات إلى مناجم الفيروز والنحاس في سيناء، كما تشير إشارات إلى أنه حارب ليبيين كانوا قد استولوا على قطعان بقر من غرب مصر. بنى ساحورع لنفسه هرما في أبو صير، وبذلك ابتعد عن قبور أسلافه من الأسرة الرابعة الموجودة في سقارة والجيزة، حيث بنى أسلافه أهرام الجيزة. وربما كان وجود معبد الشمس الذي بناه أوسركاف مؤسس الأسرة الخامسة هناك هو الحافز له لذلك. يعرف أيضا عن ساحورع أنه قد بنى معبدا للشمس يدعى حقل رع، ربما يعثر عليه في منطقة أبو صير مستقبلاً.